ورجعنا لكم مرة أخرى مع الموسيقاري الكبير، الموسيقاري الجميل شهريار الموسيقى المصرية، الموسيقار حلمي بكر. ومعانا في الفقرة دي الشاعر الغنائي أستاذ طارق وهدان، هنسمعه وهيكرره وهيقيمه موسيقارنا الكبير الأستاذ حلمي بكر. بنرحب بيك يا أستاذ. عامل إيه أخبارك يا أستاذ طارق؟ الحمد لله كله تمام؟ خليك ريلاكس كده. الحمد لله. عايزين نسمع منك حاجة كويسة كده. هي في حاجة اسمها علي استوك شوية، في حاجة اسمها بحاول أقول لك يا حبيبي، بدايتها يعني يا حبيبي بحاول أقول لك من غير ما أقول لك، بقت مشاعري تايهة في كلام على شفايفي، خوفك قصدي خوفي لأكون بحبك من خوفي، حبيبي لا بس أنا غيرك كتير، لا بس أنا غيرك بغير، حتى وأنا شايف حتى وانت شايف الليل في أوله غير في آخره أهو ليل. غلطة مين؟ هو انت بس اللي قلت لي أحبك؟ غلطة ايه؟ قلب أنا كمان قال لي أحبك. قلبك معرفش منك، عرف مني أول ما سألني، حلفتك بحياتي حلفتك وحياتي، وأقول أنا ويبقى الحب كفاية حتى لو انت مش معي. انت عند القمر ده؟ انت عند النجمة دي؟ انت اللي افتكر ده؟ وانت الشمعة دي؟ حلو عينيك؟ لا وحلو عيني. اخر حاجة حبيبي عليا وانا هنا بستنى، عينيا وانا هنا بستنى، انا تاني حد بعدك ممكن الاول ارجع لك، وانا بقول او ما اقولش اي حاجة بحاول اقول لك. فاكر حضرتك لما قلت لي ساعات بيجي لي في اللجنه صوته مرتبك وخايف؟ بس انا اول مره بشوف مؤلف مرتبك. هو خايف؟ ما خايف ليه؟ وبالدليل انك بتقرا حضرتك هيبه والخوف مليك. حضرتك ده جسمي بيرتعش. حضرتك هيبه برضه. هو الواثق لا يهتز. حضرتك حاجه كبيره برضه. ما انا هقول لك حاجه، انت وانت بتقرا كل الموضوع ده، هي ايه الاغنيه اولا؟ انا اسمع. هي رقص وتفاصيل. تمام. طب يعني ايه رقص؟ انا عشان اعرف اسمك، الرأس دي بيحط فيها حواجب وعينين ومناخير وبق ودان، بقول لك يا فلان. اذا بقى ليك ملمح في الكتابه، يبدا الملمح برأس الموضوع. رأس الموضوع انا عجبتني جمله في كلمه في قلب الطه، غلطه عمري ولا غلطه ايه؟ غلطه مين؟ هو انت بس او غلطه مين؟ ابدا الاغنيه غلطه مين فينا؟ حاضر. حطيت رأس موضوع، يعمل ايه رأس الموضوع لما تقول غلطة مين فينا؟ تقوم تبدأ تعمل سيناريو وتعمل حدوتة تريتمنت صغير تحت الاسم اللي انت قلته، ما تطلعش عنه. لان انا ايه؟ تروح يمين وشمال وفوق وتحت، لا اختار كلمة من اللي انت قلته وابني عليها تريتمنت حدوتة صغيرة، واكتب وانت داخل الحدوتة تطلع اغنية في الاخر. عرفت يعني ايه؟ ماشي. ادي معنى أغنية. نيجي بعد كده البحور والأوزان. بحر إيه؟ طب الأفيا إيه؟ بلاش ما قريتش البحر، تعالى الإيقاع. أنت قلبك بيشتغل إزاي؟ بام 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 بام. لو هو قال بام 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 لغط، أنا بشرحها لك بالبلدي. إنما خطوتك وأنت ماشي لو كعبلت في طوبة تقع، يبقى إذا بتمشي واحد اتنين واحد. هذا الإيقاع الزمني في حياتنا رتب عليه الكتابه في الغنى. بقول اليمين يقابل الشمال والقافيه. بقول انا بقول لك بعيد عن العلم وبعيد عن كتاب. تمام. فاهمني؟ دي ابجديات في عالم الكتابه. تيجي بعد كده شخصيتك واضافتك في عالم الكتاب. احنا عندنا اذا كان في عندنا مرسي جميل عزيز، في 500 مرسي جميل عزيز، وبيقل ويقل ويقل لغايه لما ما تلاقيش ولا حرف من اسم مرسي. خلاص؟ لا انا عايز اسمك انت يبقى بارز، يبقى ليك شخصيه وملمح واسلوب. جه عبد الوهاب محمد في عصر مرسي ومأمون وحسين السيد بقى عملاق معاهم. جه مؤلفين لم يتعملقوا. ليه؟ بقى باش كاتب الدايره، انما كتابه الاغنيه لا، ده عالم تاني. تيجي امسك شوقي بيه لما عمل مجنون ليلى، عمل مجنون ليلى حوار غنائي ديالوج او اشتراك ما بين اللي غنى بعد كده عباس فارس واسمهان وغناه عبد الوهاب،
فكل المدارس دي بتؤهلك على انك تكون كاتب اغنيه ذات ملمح ليك، ملمح ليك شخصيه. حضرتك انا بسمعهم كتير، بقرا لهم كتير وبسمع اغانيهم كلها يعني حضرتك. حلو، انت قلت لي جمله حلو، بسمع خلاص. في فرق بين ان انا بسمع وبعيش المعنى لان هبقى مؤلف. تمام. مشكلتنا دلوقتي بنسمع بنغلف الكلام المكتوب في قلب ورقه لحمه واحذفها لك، طب اقرا الكلام حتى مصيبه سوداء. احنا مش عايزين نخش في المصايب السوداء الكتابيه. تمام. ده في مؤلف ما بيعرفش يكتب ولا يقرا ومؤلف ومؤلف اغاني. تمام. اقسم بشرف انا بكلمك جد. خلاص، في شعراء زمان كان ما يعرفش يلقي شعره مع انه اسم يولع الدنيا لما اقوله، انما كان لا يجيد القاء الشعر. ودي في حد ذاتها ما توصلش اللي انت كاتبه للي قدامك. تمام. عشان كده استاذنا لما قال لك انت مضطرب وبتاع، قال الاضطراب يضيع نص اللي انت بتقوله. تمام. اللي انا بقوله لك ده حطه في دماغك. حاضر. وعيش اشتغل عليه. حاضر. عندك حاجه تانية؟ عندك ايه تاني؟ معلي صوتك، معلي صوتك وما ترتبكش وما تخافش. ماشي. في حاجه اسمها اسمك، ايه اللي بيجري لي ده والحد امتى والحد فين؟ اسمك اخر امل في قلبي يا حبي، تحلف تخلف الظنون تحلف. هتلقي يبقى توزن وتخفي، انما هتغلط وتقوله بتاع. شيل الاضطراب اللي انت فيه ده واقرا بايقاع واقرا بزمن. اهدى اهدى اهدى، خليك ريلاكس خليك ريلاكس. انت بتقول ده، عارف انت الميزان بتحط هنا قد هنا، لو طبت واحده ما يبقاش شعر. حضرتك برضو انت بتبقى رب العمل، بتقدر برضو بالحس الموسيقي بتشيل كلمه دي تقيله. بيحصل ده كله بيحصل يعني. وساعة كلمة تريحني وساعات يعني. انا اقول لك يعني مرة انا شفت، مع اسف يعني، سمعت اغنية عيون القلب بتاعت السيدة نجاة بصوت محمد الموجي، مش هي الاغنية اللي طلعت على الساحة؟ مع احترامي للشاعر عبد الرحمن الأبنودي طبعا والرئة اللي في الاغنية. لا بس عايز اقول لك حاجة، الأبنودي استاذ في الكتابة. تمام. واستاذ مدرسته. تمام. وطلع من طلع منها تفرع منها ناس كتيرة جدا. تمام. وبقت حالة وكيان إقليمي فرش على مجتمعنا كله. هو بس المقصود يا باشا ان انا بحاول ابرز ان سعادتك هيبقى فيه دور، ودور كبير يعني بحكم الخبرة كمان. وبعدين احنا ما نخليكش تقول الأبنودي كذا. لا العفو يا بقى، مش اسمعني بس اما اكلمك. اسمعني. اتفضل. الأبنودي استاذ. أكيد. وكل من علم في حياتنا وحط لنا واضاف لنا اساتذه طبعا، وفي ليهم تلامذه، وفي ليهم مريدين، وفي ليهم بكاشين. تمام. تسلم او هابط. تمام. احنا نفسنا بقى بعد الأبنودي وصلاح جايين دي مدرسه ثانيه. اكيد. وفلان وفلان وعبد الرحيم منصور وبتاع، يطلع جيل يحيي المدرسه دي تاني ان شاء الله. طب شاء الله. انت مثلا اسم، انت مسكت عيون القلب، طب ما تمسك اذا كان لي نجاة، شوف مرسي قايل ايه. وحياه الهوى. تيجي انت بقى تقول ايه؟ ايه اللي يميز مرسي جميل عزيز في عالم التاليف؟ تمام. انه وصفجي، يعني الحلوه داير شباكها شجره فاكهه ولا في البساتين. الله، ده اهو ايقاع شغال. الحلوه داير شباكها شجره فاكهه ولا في البساتين، واللي نفهم بتاعت خلاص. رمش عيني اللي بتاع، شفت بعيني ما حدش قال لي، شفت الحب وذقت الحب، شفت عيون حلاوتها تخلي حتى اللي ملوش قلب يحب. الله توزع لهم اتلحن. انا عايزه بقى تحط قالب ايه الالقى بتاعتك. حاضر. والوزن والبحر والقافيه ان شاء الله. انا بقول لك دي ابجديات التاليف. ماشي، ما فيش مشكله. نفسي تقول لي حاجه بسيطه، مش حاجات مقفاه بس وموزون. هو كان قبل الحلقه كويس وبيتكلم كويس وبيقولكوا كويس. انا شفته هو بره كان بتاع، مش عارف قاعد مرتبك ليه. انت قبل الحلقه كنت قاعد. لا ما انت مرتبك مضيع طعم حتى اللي انت بتقوله. ده انا هيبقى لحضرتك، حضرتك تسمح يعني يبقى لي لقاء مع سعادتك. بص هقول لك حاجه، طب انا جاي هنا ليه لما قعدت ليه معايا؟ برضه تشرفنا عشان تسمعوا من الكلمتين اللي انا بقولهم. تشرفنا بسعادتك.
وبعدين الناس تقول الله ده حلم ده عنيف ده حلم. طبعا ريحونا بقى من الكلام اللي المهم عندنا احنا، مش مهم الناس، المهم عند الناس. نعم. بص اتفضل. انت كنت اذا ما عملتش حساب الناس مش هعمله حسابك. انا ببقى قاسي جدا بس مش قاسي عليك، قاسي ليك. تفرق كتير. اهو ده ممكن يبقى غنى اللي انا بقوله. تمام. فكل ما كنت بسيط في القائك، كل ما كنت دخلت في عالم الاغنيه وعالم الشعر وعالم بتاع، وانت تبص لنفسك واقرا الحاجات اللي موجوده حواليك، اقرا الكل، هتلاقي مدارس غير الوزن والقافيه وبتاع، هتلاقي مدارس الكتابه. تمام. ده اللي مطلوب. حاضر. عندك حاجه تانية تسمعنا؟ خلاص كفايه بقى بهدوء كده. خلاص كفايه. اما بص اتفضل ما تتضايقش مني. لا مش مضايقه والله. ولما نقعد مع بعض هتحبني كتير جدا. ليه؟ من غير ما نقعد. انا شايفك حابب انك تكتب. انا بحبك من قبل. يمكن انا عايز الكتابة تحبك. انا اللي طلبت ان انا اقابل سعد. اوكي. نفسي ان هو يقابل حضرتك زي ما قلت لك. لا انا تحت امرك. ربنا يخليك. وهنقعد مع بعض وكلمني ونقعد ونشوف ممكن تعمل ايه. ان شاء الله. وممكن نطلع من اللي انت بتقوله ايه. ماشي. ان شاء الله هتطلع بحاجه كويسه زي ما ان شاء الله. حضرتك شايف الموجه الجديده، ما يسمى ما يطلق عليها مهرجانات، الاغاني الهابطه، الالفاظ اللي احنا بنسمعها، هل ده بقى ذوق الشعب المصري ولا طبقه من الشعب المصري؟ او ما او انا مش انا بصراحه ظاهره مش لاقي لها حل. يعني حتى في الفاظ انا اخجل ان انا اتكلم، يعني في الكلام حتى اخجل ان انا اقولها. بسمعها وانا ماشي في الشارع، بسمعها في التوك توك، بسمعها في حاجات غريبه جدا. لا التوك توك ده حكيم ضار. انا بصراحه يعني واذا ما عجبكش، اذا ما عجبتوش انت بينزلك من التوك توك. دي حقيقه. او اذا ما سمعتش اللي هو بيسمعه. كنت معدي في اتنين بيتخانقوا مع بعض سواء التوك توك عشان بقول له ما تشغلش ده، قالوا انا ده بتاع انا، واتخانق معاه فعلا. وانا قعدت اتفرجت بتاعك انت. اقعد واقفل عليك. اتفرجت عن مشهد انا كنت في قمه الاشمئزاز. يعني في حاجات بتبقى في القلب، الكلمات في قلب الاغنيه لو انا قاعد مع حد من صحابي انا انحرج اقولها تطلع مني. ازاي هي بتتغنى؟ ازاي يعني ايه مهرجان؟ راي حضرتك ايه في سيبك من كلمه مهرجان دي، ما نحطهاش في حديثنا. انا مش عارف يعني ايه مهرجان اصلا. لا اذا كنا عايزين نقعد وتبقى قعدتنا جميله وحلوه. خلي بتاع المهرجانات يطرح اشرحها لك عشان تبقى نكته الموسم. ولكن الاغنيه اغنيه، اذا كانت شعبيه، اذا كانت عاطفيه، اذا كانت وصفيه، يعني مثلا عارفين ان في حاجه شعبيه. بالظبط. يعني عارفين ان في يعني في ناس مطربين شعبيين. في يعني في من اللي موجود من الامه بيلطوا نفسهم بكلمه مهرجانات. انت مطرب سيبك كلمه مهرجانات، تعالى اللي بتغني حلو. يعني ايه مهرجانات؟ مش عارف. انما يقول لك علي قول لي قالها، او لابراهيم ابرق ايه الاسماء. الله ده احنا دخلنا اسماء بعد كده بقت المسميات التي لا تليق باسم الراجل او البنت. واحنا لسه هنخش على بعض بنات هنسمي نفسهم مسميات ثانيه. هل الاغنيه مسمى ولا الاغنيه فكر وارتقاء بالذوق والمجتمع؟ في فن هادم وفي فن هادف. ده انا بعتبره فن هادم. يعني حتى الاطفال. طب كم واحد بيعتبر ده؟ انا وانت بنعتبر ده خلاص كده. طب عايزين نضم مين معانا؟ الله ده المفروض يكون قوه ضاربه قصد الانهيار في الكتابه، او الانهيار في بعض الاصوات اللي بيطلع تراب. ما فيش صوت اصلا يا فندم. ده او انهيار ادوات تحسين الصوت بقى زي ما يكون باب يعملوها. انا مش عارف. ومن يوم ما اختفت اللجنه من الاذاعه والباب اتشال، الحرامي شاله وخلعه، بقى كله داخل طالع سداح مداح. دور النقابه هنا يا فندم. والنبي خليها. انا نفسي النقابه كانت تبقى بالقاف مش بالكاف. الباقي انت عندك عرفته خلاص. ليه؟ النقابه هي السد المانيع للارتقاء بالذوق. مش معاشات، مش اي حد يطلع، مش كل منتسب يغني، مش تصريح بغنى. لا، من يحمل قيمة الغناء. مين اللي يقول ده بقى للنقابة؟ الجمهور. طب الجمهور وقع في حيز بيس، النقابة وقعت في حيز بيس قدام الجماهير. طب الجماهير لما جاء هاني شاكر اعترض على بتاع بعض القلة هاجوا. طب انا مالي من القلة؟ طب انا اروح للكثره اللي تعرف يعني ايه قيمه الغنى واتناقش معاهم، ويبقى المجتمع بيدير حوار وتتعمل صالونات غناء زي ما كان بيحصل زمان. تخيل انت اي واحد من دول بقى لما تجيبه يعمل صالون ويقول لك بتنسى ليه.
بس خلاص ننقل بقى والنبي عشان ايه احسن هو بيقول يا ليت العيد النهارده هيجيبوا سيرتنا. لا ما نجيب سيرتنا ليه يا فندم، هم اصلا مش هم دول يعني. ولا اوعى تقول اسم ان انا، لا انا ما بقولش اسم، لا عمري ما اقول اسم ولا بس انا بتكلم انا ذنبي ايه ان ابني يسمع مثلا حاجه زي كده. ادي قلت جمله خطيره، ذنبي ايه ان ابني، وذنبي ابني ايه ان انا اسيبه لدول. هل اجهزه الاعلام ده في يوم من الايام كان يمكن حد من دول يغني في التلفزيون، ففجاه من المواقع الى حفلات رسميه يطلع يقول امك وابوك. طب ابن عامل له ايه؟ طب حودي المدرسه، فين نشيد المدرسه؟ فين النشاط الموسيقي الغنائي اللي كانوا الاطفال بيقولوه في المدرسه؟ فين النشاط الرياضي؟ فين النشاط الاجتماعي؟ فين حجره الاشغال؟ طب وين الطفل الموسيقي اللي كان بيدرس الموسيقى اللي كان بيدرس في المدرسه؟ يعني حصة الموسيقى اللي كانت بتدرس في المدرسة اختفت. أنا في يوم من الأيام المدرس من كتر كنت بلعب بيانو فكان يجيبني أخد الجدول الحصص وأجيب الطلبة وأنا تلميذ في المدرسة. دخل المفتش مع الناظر، كانت مدرسة خاصة، دخل المفتش مع الناظر أنا أترعب، طبطب عليا المفتش قال لي أقعد، فلقاني قعدت البيانو والأطفال بيقولوا ورايا كنا صغيرين. وتم وقع جزاء على المدرس في إن أنا طلعت من حصتي رغم ان انا كنت طبطب عليا الناظر قال لي هات ولي امرك وتعالى تترفد. الله، فين الحاجات دي كلها؟ ما انا اديت لك نماذج، فين؟ ما فيش. لا دلوقتي ما زعلش مني، لا انا بسمع ان طالب جاب مطوه وضرب مدرس. من ايه؟ من اغانينا، من اغانينا، من اغانينا والافلام الهابطه والاغاني اللي جوه الافلام. الله، انت في فيلم بيتعرض يقول له يا ابن الكذا، انا ما اقدرش اقول ده شيء مباح، أبوك شيء عادي. ده كلمه اما تيجي تقول ابوك غير باباك غير بابا غير ولي الامر تفرق ان انا هي كلمه ابوك بس امتى احطها لما كان لا محل لها من الاعراب، لما احطها في مكان تبقى سب وقصف. ودي اللي بيقع فيها بعض الناس اللي هم دلوقتي بيناقشوا حكايه اللي يقول له امك ابوك، امك ابوك يا كلمه ايه بتاع، انما انت بتحطها في اي اطار تبقى سب وقص. هل خدنا بالنا؟ هي الناحيه الحسيه الذوقيه، الذوقيه الذوق العام. دلوقتي احنا بنستبيح الالفاظ. واقول لك زي انا كنت قاعد مع الرقيب بتاع الاغنيه فقول له يا فندم لازم الاغنيه بعد ما تتصنف وتقروها تسمعوها وهي مسجله لحنا. فين دور المسلسل؟ بدأوا يعملوا بدأوا بس متأخر خلاص، زي السينما تكتب السيناريو تاخد تصريح يتعرض الفيلم بعد ما يتعمل تصريح تاني، الأغنية لازم نوصل لها لده. وبدأوا يتحرك بس بنتحرك متأخر وبطيء. طب احنا انت شايف المنظومة تتصدى ازاي لمثل هذه مش قادر اقول مش قادر اسميها اجهزة الإعلام فين؟ مش قادر اسميها أغاني يعني بصراحة اجهزة الإعلام فين؟ مش قادر اسميها أغاني. ها؟ أنا مش قادر النهاردة التلفزيون بدأ الصراع بين مذيع ومذيع ومذيع ومذيعة يستضيف هؤلاء وهو بيغنوا الله ده تجنن، ما دام يجنن ودي المستشفى. لا يا جماعة والنبي احنا فتحت موضوع على فكرة انا بيسيرني، هو موضوع خطير جدا يا فندم لازم نفتحه. خلاص هنصحى من النوم لازم نفتحه، هنصحى من النوم على مصيبة وانا بقولها ومسؤول على اللي بقوله، اللي بنعمله ده غلط. يعني نتصدى ازاي؟ نتصدى؟ يبدأ التصدي بالجماهير، نترفض لأن الممنوع مرغوب، ده مش شغلة في الأفراح. طول ما احنا بنتكلم دلوقتي ده اسمه الممنوع يكتر عددهم، ده في منهم بيعلي أجره لما أنا بجيب سيرته تاني يوم يرفع أجره الدبل، ده جديد دلوقتي. طب إلى متى؟ إلى متى؟ لا أنا مش هذكر أسامي طبعا، مستحيل أذكر أسامي زي دي في لا في حلقتي او في برنامجي. اوعى تجيب سيره مطرب لا 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 حتى لا لا. اللي بيغني كويس ليه؟ لا لا لا. الى ان ننقي الوسط من الشوائب، حتى لو بيغني لو صوته كويس فهو الكلمات اللي بيقولها كلمات مسيئه. ما دي في اصوات حلوه بس خلاص الكلمات تشيل اللي تشيل عليها كلام لا يرقى الى انه يتقال، ما ينفعش خش بيوت. تحب اقول لكم كلام هبص الاقي البوليس يقول لي تعالى، طب ازاي سيبينهم بيغنوا؟ ازاي سيبهم بيغني وانا لما اجي ازاي سيبينهم بيغنوا؟ ما تغيروا كلام شو بيتقال ايه؟ امك واختك
يا ريت في اللي بقى والنبي. طب يا ريت يا ريت بيتقال كده، ده بيتقال كلام بالفاظ واضحه. وبعدين بتقبض على ناس ويقول لك وآلاء المحكمه دي 3 اشهر ولا 5 اشهر وبتاع، وبعدين يطلع يقول لك انا اللي اتسجنت فيشير فيعلي اجره. بقت شهره دي للاسف. إيه؟ هقول لك اكتر من اللي بقوله ايه الكلام برضه، ويطلع بعض الناس يقول لك ايه حلو بابا طب اتعلم تتكلم الاول، اقفل بقك عشان سنانك ما تبانش. انا ليه بعمل كده؟ لان اتكلمت كتير في الموضوع ده. لا وحضرتك فعلا يعني لا ولا يعني انا بفوز جدا في انا هشتغل بعد نجاه وعبد الحليم وورده وكذا 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 وكل اللي غنوا من شمال من اقصاها الى اقصاها. اكتشفت اصاله، هقعد مع واحد امي اكتشفت اصاله. مش حكايتك تشوف الصوت الجيد محتاج تدور عليه ومن الناس تشوف. نقفل القصه دي. نقفل القصه دي. انا عايز اسمع قصه اكتشافك لاصاله يعني. لا مش حكايه اكتشاف، كل لحن جميل غنته يعني اصاله يعتبر اكتشاف. حسيت ان دي فيها موهبه. اي اول اغنيه لما سمعتها وجت تقدمت للجنه كانت هي وصابر الرباعي. وصابر الرباعي فهي غنت واستاذ محمد اللي كان قاعد جنبي قال البت دي بتغني حلو انا عايز الحن لها. قلت لها مبروك يا اصاله، الاستاذ موجه هيلحن لك. صابر الرباعي جنبنا واقف نجح. كل اللجنه سقفت له، قلت له احنا مش جايبينك نمتحنك، احنا جايبينك نسمعك. ودخلت لحلم البلوك رئيس الاذاعه، قلت له هنعمل لهم حفله في الاوبرا. قال لي ما بيغنوا زي غيرهم، قلت له لا وتعمل لهم حفله في الاوبرا. ونجحت اصاله بيا صبرا يا انا يا مداريه يا محيره كل الميدويه. دي اول اغنيه عملتها، ثم غيار ثم اغضب لنزار اباني ثم على الايجار اللي عملتها لعلي غنيتها ثم ما قلتليش من اول ليه على انت مش قادر تنساه. شوف السكات وصلنا لايه بهواك انا وانت بتهوى. الله ايه ده، الله ايه ده، الله. هقول ده دلوقتي هقول لك. طبعا اللي بيغنوا الكلام ده يقول لك يا طبعا هو ما عندوش مناخير، هو فاكر ماسك ودانه. ده الفن، ده الفن الهادف. انا اسف ان انا قاسي جدا. لا 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 انا مستمتع جدا بكلامك ومستمتع جدا باسلوبك ومستمتع جدا بالحوار معاك. الله يخليك. وفي نسبه كبيره قوي من الساده المشاهدين مستمتعين. انا لما نزلت البرومو الحلقه عن حضرتك مش عايز اقول لك كميه السعاده كان عند اصدقاء كتير معايا، ودخلوا كلموني ودخلوا كانوا سعداء جدا ان انا هصلي. انا اوريك العربيات وانا سايق يا استاذ حلم احنا وراك. بلاش كده، في ناس في اوروبا في السويد كلموني والله والله. واحدة ست قالت لي أنا لقيت نفسي بعد ما نسيت نفسي. شوف من اللي أنا بقوله بعد ما نسيت ومراسلاتي مني على أمريكا على فرنسا على كل دول أوروبا بتخليني أعيش من جديد. إلا القلة اللي موجودة هنا اللي بيمشوا على عربات الرش يوم العيد. فدول المواقع دلوقتي على الفضاء على الميدان بتشتم وبص الفاظ بذيئه. طب عايز الغنى يبقى ايه؟ ما هو ده من الغنى. صح. سمح للغنى كده فطلع اللي يقول لك يا ابن اللي اقرا المواقع. صح صح. اكتر اغنيه حضرتك لحنتها وحبيتها؟ بص انا عايزك تكلمني عن نفسك شويه برضه يعني. انا لا عن نفسي انا انا, أنا, أنا اللي بيكلم عني الاغاني. لا انا عندما اتكلم عن نفسي هتسخط مني الاغاني، ولكن عندما تتكلم الاغنيه عنك يبقى الاغنيه اللي صنعتك، يبقى الجمهور صنعك. يعني انا مثلا في رشدي محمد رشدي بليغ عمل له عدويه وقلب الدنيا، وكان قبل منه عبد العظيم عبد الحق عامله تحت الشجر يا وهيبه. فجاي سافر بليغ مع عبد الحليم راحوا المغرب، فجاي رشدي الحقود انا ضاعت ابدا. فجي محمد جلال رئيس احد مجله الاذاعه قال له تعالى وجابه لي. اول اغنيه عملتها له ايه؟ وعملت له اكتر من تلتين اغاني عرباوي، المغنواتي يا اللي لو رماك يا عزيز عيني بحراوي والوطنيات والديني والبتاع، واخر اغاني عمل الله يجازيك يا سفر وسهرانين واختار لك صاحب للابنودي. الله اتخلق بني ادم مش مني بس، ولكن هناك غيرة فنية من وعلى. من تبقى بتسيء، على يبقى على فنك. برافو عليك. بس طب اكتر اغنية برضو انت حبيتها لحنتها وحبيتها ايه هي؟ فاكرة فاكرة فاكرة. انا كنت اولا انا بدأت شعر اغنية، واكتر من نص اغنية انا بكتبها عشان تبقى عارف، وما بحطش اسم عليها. ف
جيت في يوم قاعد ده اللي ذكرني ده لقيت الاستاذ عبد بيكلم بيقول لي ولد فاكره والنبي ما انا فاكره حبه بقى ماضي وذكرى يعني قال لي ايه ده مين اللي كتب مين الله الله قلت له المذهب انا كتبته واديته الاستاذ عبد محمد دخل يا روح يا علنا بهواه يو علي خلاص انما الاستاذ عبد الوهاب في يوم من الايام جاب حسين السيد وقال له اكتب لي اغنيه عن اول مولود هتولده زوجته اقبال نصار محمد فقال له ازاي قال له حبيبي يا اللي خيالي فيك يا اللي حياتي هتكمل بيك مين انت ما اعرفش فين انت ما اعرف كتب حسين السيد الاغنيه الحبيب المجهول اللي هو ابن عبد الوهاب انا بقول حاجه للجمهور اول مره يعرفها غريبه اول مره يعرفها ده انفراد في الحلقه بتاعتنا انا بالنسبه ليا بقى اللحن الاعجازي اللي حضرتك عملته كان الحلم العربي بص الحلم العربي دي قصه كبيره جدا لقائنا في برنامج او اوعد ليه حدوته دخل فيها احمد العريان ودخل فيها صلاح الشرنوبي ودخل فيها عبد السلام امين ودخل فيها دكتور مدحت العدل حدوته كبيره زي السينما لغايه لما الرئيس حسني مبارك طلب انه يسمعها بعد ما قالوا له دي اغنيه معموله مسؤول دي معموله لتمجيد ايام جمال عبد الناصر وطلع الاغنيه لم شمل الامه العربيه عشان كده علقت في العالم والموساد هدد في المانيا ناس في المدارس النطق بالعربي لو الاغنيه دي اتذاعت وقلبت العالم الحلم العربي يا نهار ابيض ليه حدود ما كل حاجه ليها حواجز مفيش حاجه من قدرت تجمع الكم الهائل من المطربين دوت وقدرت توفق انا عمري الفني كام سنه الفني مش سني الفني بس كام سنه معايا كارنين خبط الموسيقيين وامارس ومعتمد في الاذاعه رسمي من 60 سنه من 60 سنه هتقول لي وانت قاعد كده ازاي قدامي العمر كله دي شايلني وانا جاي مثلا يعني لا والى الان اعي ما يقال وارى الاغنيه القادمه واستمع الى ما سوف كل ده بعيشه ولما الملحن او المطرب بيتقدم اغنيه وانا بسمعه اقول لك ان الملحن ده قاعد بيلحن اغنيه كان حالته النفسيه ايه ده بس مش في التلحين لا ده انت بتدرس في دراسات واخر حاجه خدتها الدكتوراه الفخريه من الاكاديميه الامريكيه في الاعلام الفني والحفاظ على التراث ما شاء الله يا اللي بتشتم ما شاء الله ما شاء الله احنا معانا بقى الحلم العربي معانا الحلم العربي يا جماعه صح هنختم بيها هنختم بالحلم العربي والاول انا عايز اختم مع حضرتك وكان شرف ليا جدا جدا والله نورتني ونورت الساده المشاهدين وبجد يعني كان جالي كميه تليفونات رهيبه ان حضرتك موجود معانا شرف انا بسعد لعلمك التليفونات بيبقى خليني زي الطفل اللي بيفرح بهديه جايانه فلنعش اطفالا لكي نكون كبارا الله يفتح بقى حضرتك سعدت بحضرتك جدا الله يخليك شكرا سعدت بحضرتك جدا يا فندم والحلقه اللي احنا الشيقه الجميله اللي كانت مع موسيقارنا الكبير الموسيقار حلمي بكر والى لقاء ان شاء الله لحلقه اخرى ونختتم بالحلم العربي ان شاء الله معاكم السلام عليكم